السلام عليكم. في البرايفت بانكينج في البنك الأهلي المتحد دائما بنحب ندي أهم التطورات وأهم الأحداث على ساحة العقارات خارج الكويت، خاصة في لندن. أهم التغييرات اللي حصلت في آخر 4 سنوات: زيادة الضريبة الستامب ديوتي، نمرة 2 إضافة ضريبة جديدة عقارية سنوية على العقارات المملوكة من قبل الشركات الأوفشور، وأهم نقطة وهي الثالثة ضريبة التركات الوفيات التي فرضت النهاردة على شركات الأوفشور خارج المملكة من خارج المملكة المتحدة.